مبين كثير حماسيه من الجمهور والجو يعني مبين واضح عليك هلا وانت عم تصور. نحن بنتمنى جايين لهون مشان نربح ان شاء الله. بالنهايه هذا اللي بنتمناه. بنتمنى تكون مباراه حلوه وترضي الجمهور الزواق جمهور حلب الكبير، وان شاء الله نقدر نعدي هالدور هذا ان شاء الله. شكرا كثير لك كابتن. اول شيء بشكركم على الاذاعه الحلوه، ان شاء الله بتمنى لكم التقدم والازدهار. يعني اجواء مناسبه ان شاء الله للرد الدين لنادي الجيش، خصوصا انه اخذوا الدوري في فرق المواجهات، خسرونا زابيه. باذن الله اليوم ما بنطلع الملعب غير مفرحين هالجمهور اللي اجى رغم الشوب والصيام والتعب. عم نتمنى كمان لسه يجهز ملعب الحمدانيه الاول والثاني وتصير مشان هالجمهور الكبير اللي عم يجي كمان. حاضرين للعبه منيح الحمد لله بجهود الكابتن حسين، وان شاء الله تكون مباراه حلوه ممتعه للجمهور. جمهور الاتحاد جمهور كثير كبير، انا بفتخر اني ابنهم، وجمهورنا ان شاء الله نحن بنوعدهم انه نكون عند حسن ظنهم وما نقصر بالملعب، وبتمنى انه تكون مباراه حلوه وتليق باسم الفريقين. اكيد هي مباراه تكون حلوه. فريق الاتحاد يمكن لتعويض الشيء اللي صار معه بالدوري، كل جمهوره معول على هي اللعبه ومعول على لقب بطوله كاس الجمهوريه بعد غياب كثير طويل من سنه 2011. مباراه اليوم اكيد اهميتها خاصة بما انه نحن كنا منافسين، نحن نادي الجيش على بطولة الدوري، ويمكن شاعرين بالظلم شوي نحن من ناحية بطولة الدوري، انه نحن مثل ما بقولوا راح الدوري مننا. يمكن كنا نتمنى يكون مباراة فاصلة مثل سابقاته. اكيد اليوم مباراة الفريقين فريقين كبار، بتمنى اهم شيء يطلع مباراة حلوة. الفريق دخل مرحلة تحضير من 20 يوم برمضان قبل المغرب وبعد المغرب، بإذن الله بدنيا معنويا نفسيا فكريا ذهنيا فكريا باذن الله الفريق جاهز، وراح تشوفوا فعلا عدينا بظرف نفسي. بتعرف انت كونك اعلامي رياضي، اي فريق بيصير معه هالموضوع موضوع، لان جمهورنا كبير، جمهورنا بده فرح، جمهورنا بده بطوله. ان شاء الله راح نربح اليوم وراح نتاهل للدور النصف النهائي وناخذ كاس الجمهوريه نفرح جمهور حلب بشكل عام وجمهور نادي الاتحاد بشكل خاص. بتعرف نحن فريقنا ضيع الدوري يعني باخر جولتين، بدنا نحاول نرضي حالنا اول شيء، نرضي الجمهور، لازم ننهي المباراه هون من حلب، اقل شيء فرق هدف يعني وما يسجل مرمانا هدف. والله احنا حابين نعمل شيء يعني مو شيء مشان ردين للدوري، بس الاجواء برمضان والتمارين برمضان حسيتها كثير صعبه على اللعيبه، وفي لعيبه جايين عقود كثير ممكن عم فكروا بالعقود اللي عندهم ممكن كذا، انا هذا الخايف منه بصراحه. 2-1 للزعيم. باذن الله 1-0. 3-1 للجيش. جيش 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 للاتحاد. ان شاء الله بنربح باذن الله تعالى. 2-1. 2-0 للاتحاد. ان شاء الله 2-0. 2-0 ان شاء الله كمان. What?
فورد يعطيك العافية. شو متوقعك للشوط الثاني؟ فوز ان شاء الله. احنا جايين نرضح، ما جايين مشان تعادل، بس شفت شو اجواء حارة، ما حدا يلعب برمضان. يعني لازم المباراة صارت بالليل. الحمد لله ان شاء الله نحاول اعوض بالشوط الثاني. شكرا شكرا. كابتن حسام مرحبا. هلا كابتن. شو توقع؟ والله لعبة كثير صعبة، ما بنحزن عليها، فريقين عالي مستوى. جو الجو ما ساعد، هلا الشوط الثاني حيكون اكيد احلى لانه بتخف الشمس شوي. ان شاء الله. شو اللي خلص خلص بعد اللعبة. بعد اللعبة؟ ان شاء الله. شكرا موفق. والله جو مو طبيعي، يعني ما بس علينا، على الكل الفريقين يعني والجمهور، ما جو يعني كثير سيء، كان لازم نلعب بالليل بس ما في كمان اضواء بالملعب. شوط ثاني ان شاء الله يكون جو احسن، شوط ثاني يكون هيك. وانتم فنيا ان شاء الله احسن باذن الله. ان شاء الله شوط ثاني بركي هيك باذن الله، بس هيك نطلب رب العالمين التوفيق، بس هيك طابه واحده ياس نتوفق باذن الله انا نربح ان شاء الله. بنوعدهم انه نطلع ربحانين ان شاء الله. تغير تكتيك شيء بالشوط الثاني؟ يعني شوي ان شاء الله. ان شاء الله هلا. اللاعبين عندهم احساس بالمسؤوليه،
ان لازم يقدموا مباراه، بس بصراحه الناحيه البدنيه عنده نتيجه التغيب الكبير عن التمارين، يعني ما قدروا يرجعوا لوضعهم الطبيعي اللي كنا عم نلعب فيه نحن بالدوري. بصراحه جمهور الاتحاد ما شاء الله كبير، وانه الجو يعني تعرف انت يعني شوب كثير، والحمد لله ان شاء الله في لسه عندنا شوط ثاني بالشام ان شاء الله. في حكي ثاني، لازم اتحاد كره قدم يشوف حل بهالموضوع، خصوصي بايام رمضان لازم يشوف المباريات بالليل، يصلحوا الملعب، في ملعبين كثير كبار بحلب، فريقين كبار يعني بسوريا فلهم تاريخ معروف، بس جو ارضيه الملعب والحراره ما بتساعد. نتمنى احنا دائما تكون لعب برمضان بالليل. يعني كانت المباراه قد مستوى الفريقين، بس يعني طقس ما ساعد كمان، طقس وكان لازم متع الجمهور اكثر. الحمد لله اللي صار ان شاء الله بالاياب. يعني جمهور الاتحاد معروف راقي، جمهور مثقف، بس عم يسبوا عم يغلطوا الدنيا رمضان، يعني عيب هذا ما بيصير، هذا لكل جمهور سوريا، هن اهلنا واولاد بلدنا اولاد وناسنا، ما بيصير هذا الشيء، ونحن بنحترمهم كثير، جمهور كبير ترفع لهم القبعه، ومثل ما شفت الشوب كثير اثر على وضع المباراه وارضيه الملعب، يعني سيئة. هي معروفه، وان شاء الله بالشام نقدر ناخذ المباراه ونتاهل لدور نصف النهائي، ونحن الاتحاد واحد، يعني ناديين كبار. للامانه يعني تفاجات في شيء كثير متراجع، في شيء كثير هموم، في هموم، في متاعب، في مطالب، وبتستاهل انه تكون ضمن الاولويات للاتحاد الرياضي واتحاد كره القدم، تكون ضمن الاولويات انه تكون حلب هي اول شيء همومها ومشاكلها ومتاعبها انها تنحل، لانه حرام يعني اليوم زرنا المدينه الرياضيه بالحمدانيه، شفنا الملاعب، اليوم عم نشوف ارضيه هالملعب والطريقه اللي موجود، لازم هذا كله يتعالج، حلب تستاهل اكثر من هيك بكثير. الحقيقه التحكيم اليوم ما في، كان متعاونين الشباب مع بعض حكام الساحه والمساعدين، ما في عندنا اخطاء مؤثره، الحقيقه ادى الحكم اداؤه عالي جيد، يعني جيد بياخذ علامه 8 على المرتاح، وكان في تعاون بينه وبين زملائه ومتابع الحالات كلها وقريب الحالات، واخطاء مؤثره ما في عندنا نهائيا. موضوع الكهرباء في الملعب انه هو بتعرف الازمه ألقت الزلالة على كل شيء، من ضمنه موضوع الكهرباء الملعب، الكبل الرئيسي اللي بيغذي العمود اللي من جهة الشرقية من الطرفين مقطوع ومفقود يعني بشكل كامل، ونحن تفاجأنا أنه عم نسمع من العالم أنه والله حبوا أنه حبوا يلعبوا أو بتمنوا يلعبوا على الأضواء الكاشفة، كان المفروض من وقت ما خلص الدوري لليوم نحن 8-6 في بحدود 20 يوم، لو كان يعني اشتغلت الناس المعنية بالأمر بنادي الاتحاد أو لجنة التمييزية بحلب على موضوع إصلاح الموضوع الكهرباء كان ممكن، بس أنا برأيي يعني هو في أمور صعبة، الكلفة غالية، المواد اللي لازمة للإصلاح ما هي موجودة، ما هي متوفرة، ضاعت الموضوع ما بين مين بده يدفع الفاتورة، مديرية التربية أو وزارة التربية أو الاتحاد الرياضي العام، الاتحاد الرياضي العام بقول هي منشأة ما هي تابعة لي، مديرية التربية موضوع كلفة الملعب اللي للإصلاح كتير غالية، وهن بموضوع إعادة إعمار مدارس وكذا ما كان في كلفة واعتماد يقضي لحتى يصلحوا الملعب ويأهلوا الأمور اللي لازم تتأهل من مشالح ودورات مياه. يعني عملنا اللي علينا، ما توفقنا بالجول، وأهم شيء إنه ما كنا جول، إن شاء الله بنعمل ضغط عليهم هنيك، 1-0 إنها بتفيدنا هنيك إن شاء الله، إن شاء الله بنسجل هنيك.